صحيح، نبدأ ربنا أخبارنا يرحمه. نبدأ أخبارنا بقى، وموضوع مهم جدا طبعا يعني، النهارده كمان موضوع موضوع كهرباء. يعني النهارده كان في موضوع يعني في النادي الأهلي، قرر طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي توقيع غرامة كبيرة قدرها 1,000,000 جنيه على اللاعب محمود كهرباء، طبعا نظرا ليه بدر منه في مران الفريق اللي جرى صباح اليوم. حرص طبعا كهرباء بعد الانتهاء من التمرين والوصول لمنزله العوده الى مقر النادي مره ثانيه، وقدم اعتذار للكابتن سيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوي كابتن الفريق. كل ده كان في حضور طبعا الكابتن وليد سليمان. شدد طبعا على احترامه الكامل كهرباء، بيقول انا بحترم القواعد والضوابط في النادي وبيقدر كل منظومه العمل داخل الفريق سواء الجهاز الفني او الجهاز الاداري او حتى اللاعبين، بس لازم نقف عند الخبر ده شويه. يعني انا دايما بوضح ان الامور ديت، وانا كنت لاعب في النادي الاهلي وكنت لاعب حتى في اوروبا، المواضيع ديت بتحصل كتير جدا، مشادات بين اللعيبه، مشادات داخل غرف الملابس، يعني كل ده وارد وكل ده بيحصل. واللي عجبني في الامر ان القرار طلع سريعا، مجرد وجود مخالفه داخل غرف الملابس كان الكابتن سيد عبد الحفيظ متواجد. يعني انا شايف ان غرامه كبيره، ولكن طالما انت بتشتغل وموجود في بيت كبير زي بيت النادي الاهلي لازم تكون الغرامه كبيره. فعايز اقول لكم ان طبعا في بعض الناس وبعض وسائل الاعلام والسوشيال ميديا ممكن جدا تكبر الموضوع وتدخل خلافات والموضوع يتفرع منه مشاكل تانية، يعني كلنا عارفين القصه ديت وكلنا خلاص الاسابيع الاخيره حاسين باللي بيحصل بشكل كبير جدا. لكن انا من موقع مسؤوليتي طبعا هنا في البيت الكبير في النادي الاهلي لازم اقول كان في خطا، كان في خطا، 2 لعيبه بيشدوا مع بعض، المدير الفريق دخل قال انت عليك غرامه، كان في اعتذار واضح من كهربا مش بس للشناوي لكن لكل المنظومه، للكابتن سيد، للاعبين، للجهاز الاداري والجهاز الفني، لكل الناس كان في غرامه، اللاعب قبل الغرامه، الموضوع بالنسبه لنا خلص وبدا يعني خلاص نركز على مباراه وادي دجله. فمش انتظروا، وانا بقول لكم انتظروا بقى شويه اشاعات، انتظروا خلافات جوه غرف الملابس في النادي الاهلي، لكن كل دوت احنا خلاص اتعودنا عليه خلال الفتره اللي فاتت. ولكن احنا زي ما بقول دايما هم يتكلموا واحنا ماشيين في طريقنا زي ما احنا. في نقطتين، في خطا حصل زي ما انت قلت، في خطا حصل، اتلم الموضوع وبسرعه، وطبعا ما ينفعش كان اللي يحصل، وكابتن كهربا طبعا يعني ابدى اعتذاره وكذا. لكن المهم هنا موضوع الشائعات، وان المواضيع الصغيره بتكبر، واحيانا انا دايما دي كلمتي انه احيانا ساعات بيبقى فيه دخان بلا نار، مش قصدي في موضوع كهربا، يعني دايما الدخان بلا نار بقينا بنشوفه لانه في مواقع اتصال كتيره جدا، فانت ما بقتش عارف مين مع مين. ويمكن موضوع الشائعات ده هياخدني للي حصل مع إيليو ديانج لما قال لك سافر وما رجع وهرب وعمل مش الراجل صور فيديو بنفسه وطلع بنفسه ونفى الشائعات واكد انه تواجده في التدريبات هيكون قريب جدا. فاحنا عايزين نفرق بين ممكن اي اتنين يتخانقوا، يعني ما يعني كل الناس بيحصل لها كده وكل الناس بتشد، لكن اكبر بقى الموضوع ومش عارف ايه والناس تكتب وده قال له كذا وده رد كانهم في اوضه اللبس سوا. خلي بالك كمان اللي بيحصل كمان، يعني انا يعني الكلام ده كان بيحصل حتى في اوروبا، يعني الناس ما تفتكرش ان اوروبا هي العالم المثالي، لا احنا كلاعبين كنت ساعات كنت عشت أكيد. انا عشت الكلام دوت، وكان ممكن جدا نرفزت ملعب في تمرين، على فكره ممكن يبقى في تقسيمه في ماتش ولا حاجه وممكن يحصل حاجه فيتكلموا مع بعض اوضه اللبس. يعني هو ده كره القدم، ده من الحاجات اللي وارده، والناس اللي فاهمه كوره او لعبه كوره بتفهم الكلام اللي اقوله المشادات ديت. لكن الاهم من كده ان بيكون في قرار وقرار صارم، والاهم من كده ان يكون في احترام للقرار، لان في بعض الانديه الاخرى او بعض اللاعبين لا ومش لا كهربا امتثل للقرار، قدم اعتذار رسمي وده شيء يحترم من كهربا، دفع غرامه، والغرامه طبعا غرامه ماليه كبيره 1,000,000 جنيه. وبالتالي بالظبط الموضوع الموضوع انا في اعتقادي بالنسبه للنادي الاهلي موضوع منتهي والموضوع بيمشي عادي. والكلمتين دول لا يعنوا على الاطلاق ان احنا بننفي الخبأ، بننفي انه في خطا حصل، لا في خطا حصل وفي اجراء تم، لكن المواضيع دايما بتاخد اكبر من حجمها مش عارفه ليه. طبعا في استعدادات